إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أعراض الزهايمر المبكر. إن المؤشرات أو أعراض الزهايمر المبكر تعتبر مماثلة لأعراض الحالة المتأخرة أو الاعتيادية لمرض الزهايمر. هذه الأعراض تشمل ما يلي: فقدان الأشياء بصورة منتظمة، صعوبة تنفيذ المهام اليومية، النسيان، تغيرات في الشخصية، الارتباك، سوء اتخاذ القرارات والأحكام، صعوبة في إجراء التواصل الاجتماعي الأساسي، مشاكل في المهارات اللغة الأساسية، أيضا الانسحاب الاجتماعي أو العزلة الاجتماعية، أيضا صعوبة في اتباع توجيهات بسيطة. ويعتقد بعض الخبراء أن تطور مرض الزهايمر يحدث بسرعة أكبر في حالات مرض الزهايمر المبكر، في حين يرى آخرون أن مرض الزهايمر المبكر يظهر عليه فقط أنه يتطور بشكل أسرع، إلا أنه الواقع قد يكون مغاير لذلك. ذلك لأن الأشخاص المصابين به يكونون أصغر سنا وأكثر شبابا، وبالتالي قد يتمتعون بصحة أفضل، لذلك قد يستغرق الأمر وقتا أطول حتى تصبح أعراض الزهايمر المبكر ملحوظة بشكل أكبر. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، ونشوفكم إن شاء الله في درس قادم.